اهلا بكم مشاهدي انفا سيفي، رجعنا لكم في لقاء جديد. في لقائنا اليوم غنتناول موضوع كيخص فئه مهمه في مجتمعنا وهي فئه الاطفال. اليوم غندويو على الادمان، وهذا الادمان على مواقع التواصل الاجتماعي ما كيخش بالدرجه الاولى الاطفال بوحدهم، ولكن اليوم خصصنا الحديث على الاطفال لكونهم الأهمية دورهم في هذا المجتمع. ومعنا باش نناقشوا هذا الموضوع محمد البغدادي بصفته محلل نفسي. اهلا بك سي محمد. شكرا اخت شيماء على الاستضافه. سي محمد، في الاول قبل ما نخوضوا في الحيثيه ديال الموضوع، فنبغيك تعرفنا شنو هو ادمان مواقع التواصل الاجتماعي وبالضبط عند فئه الاطفال. دابا الى بنا الاخت شيماء دوال الادمان بصفه عامه، هو يعني تخيلي معايا اكتشفنا المتعه، متعه تتبدا بمتعه، هاد المتعه من بعد ما تتحقق تتسجل عندنا في الدماغ ديالنا، ومن تتسجل في الدماغ ديالنا تيبغي عاوتاني نعاودوها. غير هي هاد المتعة هادي ما بقاش متعة، ولا الضرورة، ولا ضرورة مليحة تيلحى عنا الدماغ ديالنا. وأكثر من هذا الأخت شيماء، مع الوقت تتولي هاد المتعة تتولي ضرورة، وتتولي خصنا نكثروا من الوتيرة ديالها. يعني كتحول من حاجة اللي حنا كنتحكموا فيها لحاجة هي كتحكم فينا. تتولي هي تتحكم فينا، وتتولي تطلب منا كمية كبيرة ديال المتعة، وتنبقاو تيبقى خصاص بالنسبه للوصف. الوغ جينا ندوي عاوتاني من ناحيه النورو بسيكاناليز، وتخيلي معايا الاخت شيماء باننا كاين نزوات عندنا في الذات، والان اصبح الادمان يعني شامل، ادمان على الاكل، ادمان على الفراجه، ادمان على التفاهه، ادمان على اللعب، كثر الادمان. ف النزوه تتولي النزوه، لو بغينا نشرحوا المتعه كيفاش تتولي ضاره، بان النزوه تتولي تتحكم فينا، وتتولي هي اللي تتجبرنا وتدفعنا باش نقلبوا على المتعه في اي وقت. والمتعه ما عندهاش تناقض، ما عندهاش تناقض، يعني بالنسبه ليها خصنا نفرغوا هذيك الكميه ديال الطاقه باش حتى ديال القانون ديال النسبة، خاصها تفرغ الكمية ديالها. هذا بالنسبة للإدمان بصفة عامة، ولكن ملي كندوي على إدمان هي كينطبق نفس الأمر على الإدمان ديال مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا عند الأطفال. بالنسبة لك شنو اللي ساهم في هذا الانتشار ديال هذا الحب المفرط اللي ولا عند الأطفال والتعلق ديالهم بهذا مواقع التواصل الاجتماعي؟ أنه لقنا بأن هناك فراغ، أن الطفل أو العائلة بصفة عامة ما كاينش أنشطة موازية. ملي تكون عندنا أنشطة موازية، تكون عندنا واحد البرنامج، فما تيبقاش عندنا الوقت باش نتعاطى لبعض أنشطة اللي هي ذات المتعة، يعني شوية مبالغ فيها. فما تيكون فراغ، ما كاينش أنشطة موازية، ما كاينش في الحي ديالنا مرافق ترفيهية. وهنا كتدخل المسؤولية ديال المسؤولين. أنا تندوي على الوزارات التي واصين على هذا الميدان، وزارة ديال الشباب والرياضة، وزارة الأسرة والتضامن الاجتماعي، ووزارة الاتصال اللي خصهم يعني يتعاملوا يخدموا يتعاونوا يعني بجميع ديالهم باش يديروا أنشطات تكون في الأحياء ديال الناس. فالوقت اللي تيكون فراغ، يعني شحال هذيك كنا تنقولوا علاش الاطفال كانوا تيسقطوا في الدراسه او ما تيبقاوش يتبعوا الدراسه؟ حيت كانوا تيلعبوا، كانوا تيلعبوا بزاف، يعني بداك الوقت كان اللعب. دابا ولينا ولا الطفل راه تيشاطي، الطفل راه هو في الانترنت وما كانش اللي مكونترولي، خاص يكون واحد المراقبه. ولهذا هو ما خصناش نمنعوه، حيت الممنوع تيولي مرغوب فيه، خصنا نحذيو بالقلب، ما يكونش يعني الممنوع، لان لا كونسيون اللاواعي ديما تيعجبو اللي هو ممنوع. فلهذا ما خصناش نمنعوه وما خصناش نكثروه. وغنعطيك واحد الاخت شيماء، شحال هذي كانوا تيجيو عندنا الناس في الجلسات يعني في البسيكاناليز ديالنا باش يتفكوا من قيود، كانوا الناس عندهم قيود. دابا تيجيو عندنا الناس باش يديروا الفرانات، باش يحبسوا، حيت الحريه المفرطه عطات ادمان وعطات تعاسه فينا، كاينه هناك تعاسه، حيت ملي تكون المتعه بزاف
تتعطينا تعاسة، هناك تأنيب يعني في الأخر، تأنيب ديال الضمير، لأن ضيعنا الوقت وضيعنا في والو ولقينا راسنا بأننا ما بقيناش نتماشاو مع الواقع. وهنا كاين مشكل، لأن ما تمشيو في المواقع الاجتماعية وتنعيشوا في هذاك العالم اللي هو خيالي، ما فيش تناقض، ما كاينش تناقض، يعني والو. تولى عندنا مشكل كيفاش نواجهوا الواقع. يعني بحال كنوليو عايشين في واحد العالم المثالي فبعيد على الواقع، ملي كنرجعوا للواقع ما كنتقبلوش هذاك الشيء اللي حنا كنشوفوا. ديما العالم الخيالي تيكون يعني متطور بزاف فايت العالم الواقع، ملي تنخوض للزنقه تلقى راسي ولا صعيب عليها باش كنبداو في هذيك المقارنات. تنبداو في المقارنات تلقاو بان وليت تفراجي لي زينه، حيت سي سا ملي تنبداو في عالم خيالي تيولوا عندنا الحساسيه وتنضعفوا والمناعه النفسيه تضعف، ما تبقاوش نقدروا نواجهوا الناس. ملي تنقول فوقاش نبداو نستعملوا بالنسبه للاطفال، سيري تنقولوا بالنسبه للاطفال مثلا قلت 3 سنين بعدا ما خصنا تكون عندنا حتى شي يعني حاجه، ممنوع ممنوع، لان علاش؟ في هذاك الوقت تيخرج الكلام لونغاج، خص الطفل ندوي معاه باش يكتسب اللغه ديال الوطن ديالو، ماشي اللغه ديال العوالم الافتراضيه. حيت حطيناه مثلا قدام التلفازه او قدام كيف تشوف التوحد، يعني سوء استعمال ديال التلفازه او سوء استعمال ديال الالات، هما مزيانين ولكن راه كاين مشكل ديال سوء الاستعمال، ما يكونش غلط بانهم هما راه مزيانين وهذا راه واقع، هذا هو العالم اللي تنعيشوا فيه دابا ومزيان، وما نبقاوش نقولوا بان البارح كان احسن من اليوم، لا اليوم احسن من البارح. عندنا حريه تبارك الله وعندنا تواصل، عندنا اجيال سهلت علينا مجموعه من الامور خصنا نستافدوا منه ونقدروا نقراوا. لكن هو الطفل قلنا قبل سنين من 3 سنين لا، حيت خصو باقي ما كونش يعني الكلام من بعد خصو حتى الطفل يكمل ديك التركيبه النفسيه ديالو اللي تتجي مع تكوين الميكانيزمات ديال الدفاع، يدافع على راسو، ملي تيكون هذوك الميكانيزمات ديال الدفاع واللي فرق ما بين الخيب والزوين، ما بين الشر يعني المزيان، وما بين شنو هو الخطير وشنو هو ماشي خطير، ملي تحسوا بكون الشخصيه تيمكن. الو كيفاش غادي يمكن عاوتاني؟ خاصها تكون مراقبه. الحديث على المراقبه، حنا كنعرفوا بان عوالم يعني مواقع التواصل الاجتماعي كتضم مجموعه من المحتويات، بعض المرات كيكون محتويات اللي ما خاش الاطفال انها تشوفها او لا انها تتعرف عليها، وغادي يا اما غادي تخلي تمرر لها رسائل اللي ما قبولاش واللي كتنافى مع المبادئ والاخلاق، وفي نفس الوقت حتى الطفل كيكون يلاه كيبني الشخصيه ديالو، فهذاك الشيء ممكن انه ياثر عليه. بالنسبه لك شنو كتشوف كيفاش الطريقه اللي ممكن انا نحميو بها الاطفال ديالنا ولكن بلا ما نحسوهم ان احنا كنمارسو عليهم واحد الرقابه مفرطه او لان احنا كنحدو من الحريه ديالهم؟ وهو يكون تواصل داخل الاسره، حيت كل شيء تنحلو بالتواصل. الى العائله المغربيه قبلت تواصل مع ولادها ونعاملهم كافراد، ما نعاملهمش كاطفال، نعملهم كأشخاص كمواطنين. العائلة يمكن لها تجلس مع ولادها ونشرحوا لوليداتنا كيفاش التعامل مع هاد التقنيات الجديدة، وكيفاش ما ندخلوش بعض المواقع اللي يمكن لها تأثر علينا وتأثر على النفسية ديالنا وعلى التركيبة النفسية ديالنا. وكاين شي مسائل ما خصناش نشوفوها لأنها غتجيب لنا ألم وغتجيب لنا اكتئاب وغتجيب لنا يعني واحد التعاسه حنا ما محتاجينش ليها. دونك العائله داخل يعني الحياه ديالها اليوميه تتاثر الوليدات ديالها، ونتكلموا مع وليداتنا، يكون تواصل دائم ونعطيهم قدوه. انا ملي غتمنع الابن ديالك بانه يبقى في منصه التواصل الاجتماعي وانت كدوز في اغلب الوقت ديالك، فهنايا كيكون واحد شويه تناقض. كاين مشكل حيت الاطفال ملي غيشوفوا على المواقع يقدروا يقلدوها، يقدروا يديروا بحالها، يعني شي حاجه اللي تقدر تسبب لهم خطر على الحياه ديالهم. فلهذا الاباء ملي تيكون عندهم الوقت تيمكن ليهم يشرحوا لولادهم، وتكون تواصل. انا متيقن لو كان يكون تواصل يعني يوميا ما غندخلوش ما نقوش بزاف المشاكل. وكاين الاخوان والاخوات الكبار اللي هما تيعوضوا الاباء الا ما كانوش في الدار، تيعوضوا خوتهم الصغار، يعني تيأطروا خوتهم الصغار. بعد ملي مشينا للمدرسه، المدرسه كاين جمعيه الاباء
والاولياء ديال 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 التلاميذ. تنظن بان جا الوقت بانه جمعيه الاباء والاولياء ديال التلاميذ ما غنبقاوش نتكلفوا بالكراسه وبالاقسام ونسمعوا نتكلفوا بهم ولكن بالموازات. ولكن الان جا واحد الميف اللي هو حديث وجديد واللي خصنا نعطيوه مهم يعني الوقت الاولويه، وهي خصنا نأطروا الاباء ونشوفوا اش يدير في المدارس. خصها تكون واحد الماده اللي سميتها كيفاش نتواصل في مواقع اجتماعية، خصها تقرا، خصها تدرس. تنظن انا جا الوقت باش تكون ماده مهمه في المدارس العموميه والخاصه، وتنظن بعض المدارس راهم بداو تيديروها. يعني كيفاش ندخل الموقع التعامل مع العوالم المفترضه، كيفاش يكون الحيطه والحذر من بعض يعني بعض الاخبار يعني اللي جايه، وخصنا حتى نكون مراقبه حتى ديال البلاد ديالنا من الاشياء اللي تجينا من الغرب، لان اشياء ما غاداش ما تتماشاش مع التقاليد ديالنا مع الثقافه ديالنا مع العالم المجتمع ديالنا المغربي. وصراحه الموضوع شائك وموضوع كبير وكيحتاج بزاف ديال الوقت باش نقدروا اننا نحيطوا به من جميع الجوانب. فنبغيو نختموا الحلقه ديالنا اليوم بانك تقدم نصيحه للاباء والامهات فيما يتعلق بكيفاش يكونوا قدوه لوليداتهم، لان كيف ما سبق وشرت لك كاين مجموعه من الاباء اللي ينصحوا ولادهم انهم ما يستعملوش اجهزه الكترونيه بزاف ومواقع التواصل الاجتماعي بزاف، ولكن هما بريوسهم من مدمنين هذه المواقع. فكيفاش غادي نقنعوا حنايا الطفل ان راه هذيك كتشكل خطر عليه وانا كنستعملها بزاف؟ ما نساوش بان الاطفال تيحبوا الاباء ديالهم، تيموتوا عليهم، تيحماقوا عليهم، فهما اول قدوه بالنسبه لهم راه هو الاب والام. فلهذا خصنا حنا نكونوا المثال، حنا ديجا نضحيو غنجلسوا مع وليداتنا غادي نقدروا نلقاو كتبه في هذوك المواقع. كاين كتبه الكترونيكيه نقدروا نجلسوا نوريو الطفل بان راه كاينه اشياء جميله احسن من بعض المسائل اللي هي تافهه ولا هي خطيره علينا، ونقدروا ننظموا واحد الوقت معين في النهار اللي نشوفوا فيه مثلا هذه المواقع. نقدروا نجلسوا كاملين في طابله حيت جا الوقت منها كتراقب الولد ديالك، نراقب الولد وما كنا ما كنحرموش حيت ما خصش، قلنا الممنوع هو تيخلق المرغوب، ما نمنعوش الطفل ونحببوه وهو يراقب راسه، نعلمه يراقب راسه ويحسوا انني تيق فيه ويكون ديما التواصل، ونعاملهم كاشخاص كمواطنين ماشي كاطفال ما تيفهموا. راهم تيفهموا تبارك الله، طفل 7 سنين راه هو شخص، راه يعني تنسميو لو بروف لو بوتي بروفيسور. دونك يكون تواصل دائم في العائله، وتنظن ويكون واحد التنسيق ما بين الجهات، ما بين الوزاره وما بين جمعيه الاباء وما بين المعلمين حتى هما يراقبوا، وتكون انشطه في الاحياء. وعلاش هاد الاخصائيين النفسانيين دابا اللي تندوي عليهم يوظفوهم؟ عندنا حاجيات بالنسبه يعني عندهم دور يقدروا يلعبوا الدور ديالهم مهم في المدارس وفي التوجيه الموجهين. فكاين بزاف المتداخلين اللي يقدروا ينسقوا بعضياتهم باش ان شاء الله نحلوا هذا المشكل هذا، ونقدروا نقدروا زعما نتواصلوا في هذه المواقع بدون خطأ وبدون مشاكل. شكرا بزاف سي محمد على هذا الكم من المعلومات اللي فتينا بها اليوم. مشاهدينا وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم، على امل ان نتلاقاكم في لقاء جديد وموضوع جديد ومع ضيف جديد. السلام عليكم. We'll be right back.